دكتور إسحاق، احنا شايفين تعطيل ممنهج للبنية التحتية الرقمية في قطاع غزة مستمر ودائم من قبل سلطات الاحتلال، ليه؟ نعم، لأنه يعني الفجوة الرقمية اللي الاحتلال بسعى انها تكون موجودة بيننا وبينه وبين العالم، يعني هي يعني احد السبل للرقي بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني شعب حيوي وشعب نشيط وشعب مبدع، وهناك يعني مئات بل الوف من المبرمجين والمرمزين الفلسطينيين الذي لهم بصمة كبيرة في هذا المجال. هذا جزء مهم جدا، لانه جزء يعني يعطي استقلالية اقتصادية للشعب الفلسطيني، فمحاربتهم في شبكات الاتصالات والخدمات البنية التحتية للبنية الرقمية، هذا يعني هم بحاولوا انه يأخروا فلسطين عن يعني السير قدما مع بقية انحاء العالم. احنا كمان هذا شدناه على مستوى تشغيل خدمات الجيل الرابع والخامس، يعني اكثر من 8 سنوات الاحتلال الاسرائيلي يماطل في عمليه يعني منح الترددات وتشغيل هؤلاء الجيلين. يعني احنا هذا شفناه. قطاع غزه يعني الشبكات الخلويه تعمل على الجيل الثاني، يعني هذا يعني شيء مخزي ومخجل دكتور إسحاق، على كل العالم، لانه المنطقه الوحيده على الكره الارضيه اللي خدمات الموبايل فيها على الجيل الثاني هي قطاع غزه. طيب، محاولات الاستهداف اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بكل تاكيد مش هدفها هو قطع الاتصالات او التواصل فقط، في اكيد امور متعدده مبنيه على قطع الانترنت وتدمير البنيه التحتيه الرقميه. نعم، هي جزء من الحرب الإعلامية أيضا، لأنه عند غياب الإنترنت يعني تغيب صورة الجرائم ويتم تكميم الأفواه. هذا يعني هذا جانب. الجانب الأهم أنا يعني أعتقد إنه موضوع الاستغاثة، عندما يعني غابت الاتصالات عن غزة لم يكن هناك أي وسيلة لطلب الاستغاثة أو الاستجابة من المؤسسات الإغاثية للقيام بواجبها اتجاه الملهوفين ويعني المحتاجين للإغاثة. سمعنا ان سيارات يعني الإسعاف يا فندم كانت بتتابع اماكن القصف وتتحرك تلقائيا. يعني كان صعب جدا انه تحدد يعني المسار تبعها او تتلقى ما هو مطلوب من المستغيثين. أكيد في كتير من النشطاء كانوا بيتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي في مرحلة ما قبل استهداف أو مرحلة ما قبل قطع الإنترنت، إنهم بيخافوا يردوا على الناس وعلى أهليهم في الخارج، لأنه مجرد لما بيردوا عليهم بيتم استهداف المكان اللي هم موجودين فيه. يعني كل شيء مستهدف، هذا احتلال بغيض، هذا احتلال يعني يمارس الغطرسة والعنجهية، كل شيء مستهدف عند الشعب الفلسطيني. يعني مجرد تغريدات على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نرى انه يتم استهداف صاحبها، يعني ليس فقط في قطاع غزة وانما في الضفة الغربية وفي القدس وفي داخل فلسطين التاريخية في اراضي 48. كل فلسطيني مستهدف، حتى يعني في ظل توفر وسائل الاتصال والانترنت، ولكن هناك حرب على المحتوى الفلسطيني. يعني نحن نواجهه بكل ما أوتينا من قوة، لأن صراعنا مع هذا المحتل هو صراع على الرواية. هم يريدون أن تكون روايتهم هي المنتشرة، ولكن الرواية رواية الحق الفلسطيني في ارضه وفي حقوقه بكل تأكيد. هي الحق الفلسطيني الذي يعني لا يوجد اي يعني اي مجال للتشكيك فيه. احنا كمان حرب متعدده الاشكال والاسلحه والاتجاهات، ويعني نحن كشعب فلسطيني نحن سنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بترابنا
وكل محاولات التهجير التي يعني وقفت جمهورية مصر العربية بشكل صلب، أفشلت هذه المخططات التي يعني حاولوا بشتى الوسائل ضغط على جمهورية مصر العربية لتهجير أهل غزة إلى سيناء. وسنبقى يعني بالتكاتف العربي صامدين على أرضنا متمسكين فيها، لن تتكرر النكبة. نحن إما أن نموت على ترابنا أو نبقى عليه أحياء رافعين رأسنا بهمة الشرفاء من أهلنا في الأقطار العربية وبدعم من عمقنا العربي والثبات على الثوابت الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.